أحسن الله إليكم. أم حياة من الرياض، تفضل يا أختي أم حياة. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا عندي سؤال للشيخ. تفضلي، السؤال ما هو؟ مختصر. لو سمحت يعني. ها؟ أنا وزوجي حياتنا طبيعية في البيت، مع عدم من المعاشرة الزوجية، يعني هو بيغيب عني سنة كاملة ثم يرجع ثاني مرة أخرى، ويتكرر هذا الأمر أكثر من 3 مرات، وحلفت عليه قلت له الثاني إذا تكرر ابدا لا تلمسني، والحين انا هو كرر ثاني للمره الرابعه، والحين انا لي 2 سنين ومنعاه تماما انه ما حد علي شيء. طيب، تقول الحياه الزوجيه مع زوجها فضيله الشيخ الاخت ام حياه، الزوج يغيب سنة كاملة وحلفت إذا تكرر بأنه لا يلمسها وتكرر منه ذلك، حدثونا عن الحياة الزوجية في ذلك. أما غياب الزوج عن زوجته سنة كاملة فهذا فيه بحث، فيه يعني تفصيل، إن كان لا يستطيع الحضور فهو معذور، أما إذا كان يستطيع الحضور فلا يجوز أن يغيب عنها أكثر من 6 أشهر. أما من ناحية إيش؟ تقول من إن حلفت إذا تكرر منه ذلك بأنه لا يلمسها. أما من ناحية اليمين. نعم. أما من ناحية اليمين التي حلفتها فإنها تكفر عنها، ولا مانع من أن زوجها يمسها أو يلمسها أو يعاشرها. نعم.